الآن في هذا العام هناك ثغرة بحوالي 20 مليار دينار تونسي، أي حوالي 7 مليار دولار أمريكي للميزانية التكميلية، لم تقع المصادقة عليها ولم يقع ضمان مواردها 100%، وهناك تأخر في المصادقة على ميزانية العام الجديد، وهناك بحث عن موارد لأن صندوق النقد الدولي رفض أن يمنح تونس القروض المطلوبة. وقرض صندوق النقد ميزته أنه يشجع بقية الشركاء في العالم بما في ذلك في أوروبا وأمريكا وفي العالم العربي على تقديم قروض بشروط ميسرة لتونس. الحكومات السابقة فشلت في توفير هذه الأموال. قيس سعيد لا يريد أن يرتهن مع الأطراف الدولية ويرفع شعار السيادة ويرفض الخضوع إلى ما سماه بشروط مؤسسات التصنيف وبما في ذلك الأوروبية. فالآن التحديات أساسا اقتصادية، توفير الأموال، خلافا لما وقع في مصر في 2013 لما وقع منعرج أمني عسكري. دول الخليج قدمت وعود كبيرة بلغ منها مصر حوالي 14 مليار دولار.